جرعة سعرية جديدة تفرضها شركة النفط اليمنية على المشتقات النفطية. الجرعة تتمثل في رفع أسعار الوقود إلى 7000 ريال للجالون الواحد سعة 20 لترا في البنزين والسولار. قرارات تأتي في وضع بالغ الصعوبة تشهد شركة النفط منذ نشأتها وسط موجة احتجاج وإضراب شامل يشل حركة فروع الشركة في مناطق سيطرة الانقلاب. يشتكي الموظفون من عدم صرف رواتبهم منذ أشهر خلت، ويتهمون قيادة الشركة المعينة من قبل ميليشيات الحوثي بنهب الإيرادات وتعطيل عمل الشركة لصالح تجار القطاع الخاص، قبل أن يتطور الأمر إلى المطالبة برحيل المدير العام نفسه ومحاسبة المتورطين بفشل الشركة وانهيارها. العمولة تقدر بما عند التجار 7 مليار ولا أو 10 مليار ولم يتم المطالبة بها. الحديث هنا عن مليارات الريالات كما يقول أحد الموظفين، غير أن مطلعين على ما يحدث لشركة النفط يؤكدون أن الشركة تتعرض لتجريف ممنهج قد ينتهي بإفلاس الشركة وطرد موظفيها إذا ما استمر الحال كما هو عليه. وحاولت إعفاءهم من أجور التخزين، ونحن نطالب بتحقيق قرار التعويم. يشتكي الموظفون من تعثر نشاط الشركة وتعطيل اسطول النقل الخاص بها وخروج خزاناتها عن الجاهزية لتؤول النتائج لشركة مشلولة لا تمتلك القدرة على مزاولة نشاطها التجاري. يحذر مراقبون من مخاطر تدمير شركة النفط، مؤكدين أن هذا جزء من مخطط حوثي يستهدف كبرى الشركات الإرادية والمؤسسات المالية والتجارية التابعة للدولة وإحلالها بشركات ومؤسسات ناشئة مملوكة لقيادات ميليشيا الحوثي. الخطة التي أعلن عنها في وقت سابق تتضمن إنشاء خزانات للمشتقات النفطية رغم وجود خزانات تابعة لشركة النفط، غير أنها باتت عرضة للإهمال المتعمد. تتزايد المخاطر كلما طال أمد الانقلاب على شركة النفط وعلى مستوى موظفيها البالغ عددهم 6000 موظف.